الأستاذة نورة أحمد من الولايات المتحدة. أستاذة نورة مساك الله بالخير. يا هلا والله، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. وقبل طاعتكم منا وعيد ومنك يا أخي مبارك. وأيام سعيدة. أخوي أنا هي مريضة، أنا بنتي مريضة هي في أمريكا، وعندنا معاناة وايدة، وحلو إن أنتوا أعطيتونا الفرصة هذا إن نتكلم، هذا لأن واجبنا يا نورة. تسلم. ما تقصر أخ محمد. أول شيء أبي أتكلم، القرار اللي طلعتوه هذا قرار جائر جدا. ليش؟ راح تقولي ليش؟ التكليف أهمية مع هذا اللي قالوا حاطينه كان قبل جدا مكلف، الوكالات مكلفة، تأجير السيارة مكلفة، الحياة عموما مكلفة. يعني احنا مو قاعدين نقعد في اوتيلات 7 أيام، قاعدين نشوف ابسط شيء انه اساس نمشي امورنا. هذا واحد. ثانيا يصير التمديد 3 أشهر وبعدين تعال دوخ مع ال واشنطن المكتب الصحي، ما يصير التمديد، راح نبعث لكم احنا على الكويت العلاج في الخارج ومشاكل علاج الخارج، ودش اللجنة يوم الأحد أو يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء، وكل شهر كذي كنا قاعدين نضرب. شلون احنا؟ هذا ما يصير. يعني احنا قاعدين نتعب، بنتي عندها مواعيد قاعدة تتأجل، انزين قاعدة اضطر أقول حق المكتب يقول الله يخليكم، لا هاي موعد هذا ليه ما في الموافقة، ما في التمديد. ما يصير. يعني على الأقل على الأقل خلي التمديد 3 أشهر، 3 أشهر المريض يكون في بحبوحة، يقدر مواعيده يسوي اللي بنته. يعني بنتي تأخرت عمليا عشان لازم الدكتور اللي هناك في واشنطن كان لازم أبعث للمكتب للعلاج بالخارج اللجنة العليا، وثبت قعدنا 2 أسبوع على الملف دش وطلع يا أبو، شنو يقول ما يا أبو طلب التمديد بعد ما هني المكتب الصحي ما رضى. تأخرنا بعد 2 أسبوع، تأخرت البنت 1.5 شهر عشان عمليتها، وهذا يضرها طبعا. احنا مو جايين سياحه، احنا جايين يعني نعالج مرضانا. وايد ناس، وانا حاتكلم عن كل الكويتيين اللي هني، وايد قاعد يعانون عن وايد اشياء، والمكتب الصحي يقول لك واشنطن، واشنطن متصل فيهم السفاره ولا احد يرد، ولا احد يرد. الميل باكسز فول، ميل باكسز فول، هذا اللي يعطونا اياه. أيني أركض من المكتب يا بنتي، هذا في التليفون كان سبيكر، فإحنا ما يردون علينا. طيب هذه مين حالة؟ عرفت أخ محمد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بليز، القرارات هذه اللي قاعد تجيب يوم وليلة، هذه قرارات ضد المواطن الكويتي، ضد المرضى، المرضى. نعم. إحنا مو، أنتم مو دازين فنانين وحطيتوا عليهم هذه المرضى. وأنا أناشد حبيبي أبوي الشيخ صباح، بابا صباح، احنا بس نسمي الشيخ بابا صباح حبيبنا، عيالي ما يسمنا بابا صباح. يعني احنا محتاجينك الحين، فعلا محتاجينك. وانا ما اقعد مع الحين الكويتي، ما تشتكي زوجتك يسووها، هاي بنتك هذا ولدها، قاعد اقول له وين بابا صباح. حلو حلو اني انا يعني مثل ما تقول لقيت لي فرصه اني اتكلم، ويا ريت هالكلام هذا يوصل حق بابا صباح. انا ابيه، هو بابا صباح، هو يجتمع في كل المسؤولين عن العلاج بالخارج، بالوزير، من الوزير، من الوكيل، من كل هذيلا، لو سمحت يوصل ان شاء الله ونسوي المناشره. لازم يساعدنا، لازم يساعدنا، وايد معنا قاعد نعاني. ليش؟ على شنو؟ متى احنا الكويت صرنا كذي؟ أستاذة نورة أحمد من الولايات المتحدة الأمريكية، شكرا على المداخلة، ووعد وباكر راح نستكمل أيضا موضوع العلاج بالخارج في الولايات المتحدة، وباقي الاتصالات راح نخليها لباكر. كل المرضى